يقع به. يزال كلمتهم في ظرف سنتين نهي ظروف صعبة وهي في فعاليات هذا البلد. أرجاء الإخوة الكرام والإخوة المناضلين ومجاهدين السياحة الحزبية في حزب صعب. أعطينا معي فعلا تفضل نيابة على كل هذا الجمهور الرافض. لا سيما القضية الصحراوية الجارة. نحن اليوم في صوت الشعب، كل فئات المجتمع متواجدة، من كل فئات، من كل مستويات، من كل مناطق. لازم نتخلى عن النظرة الجهوية والعرقية ولا هذا وليد فلان ولا هذا وليد. لا، نحن جزائريون مسلمون وطنيون فخورين بجزائريتنا. إذا لبينا نداء الوطن، نداء الوطن أننا سنبني الجزائر مع كل الطيبين والطيبات، وهذا واجبنا، وهذا التزام، أننا لن ولم نخر رسالة الشهيد. إذا نحن هنا بنظرة فيها تقويم، بنظرة فيها تقييم، بقوة اقتراح، وكنا أسسنا الآن من مرحلة البناء بعد التأسيس نخلق مؤسسات فيها نخب، نخبة تعبر بشكل منهجية علمية. إخواني الأعزاء، بكل الفخر وبكل السعادة وبكل السرور أن أتقدم للرئيس الجزائري وللشعب الجزائري العظيم بالتهنئة والمباركة من كل قلوبنا على الإنجاز الأخير بقبول الجزائر عضوا في مجلس الأمن بل بانتخابها. ليس بقبولها فحسب، ليس بقبولها فحسب، وإنما بانتخاب الجزائر بأغلبية ساحقة عضوا في مجلس الأمن. وهذا إن دل على شيء يدل على المكانة العظيمة للشعب الجزائري ولدولة الجزائر بصفة عامة بين كل شعوب العالم وفي المجتمع الدولي. وما نستغله قبل الدخول في موضوع ذكرى أن نتقدم بالتهاني والاعتزاز والافتخار للانتصار اللي حققته الجزائر منذ أيام قليلة باكتسابها عضوية في مجلس الأمن الأممي وبتصويت عالي جدا، وكما يقال عند الامتحان يعز الأمر أو يعز المرء أو يهان. الجزائر نالت أعلى نسبة من التصويت وهو تقدير عالي من المجتمع الدولي، من الغالبية السائقة بما يكاد يكون إجماع، وهذا يعتبر بحد ذاته دعم للجزائر، دعم لرصيد النضالي ودعم لسياستها ودبلوماسيتها ووقوفها مع القضايا العادلة.